العرف هلال. ضحية اليوم معروفة أنها حسناء البرلمان. وين راه بلال؟ قولوا راك شباب رواح برك. راني جاي ما تقلقيش روحك. دخلوا نسيو الماكسيموم ديالنا، نبكيوها نقلقوها مرضوها، هذه خدمتنا الله غالب أشرار. قال لي راه يسقم، قلت واه الشباب واش يسقم بلال؟ واش والله يفاض هذاك. عندك شوشه طالعه شويه. مشاهدينا الكرام اهلا بكم. ضيفتنا اليوم هي ما يطلق عليها في البرلمان بحسناء البرلمان. عرفت في الايام الاخيره او بالاحرى في السنوات الاخيره صعود مباشر غير محدود. ضيفتنا اليوم هي السيده اميره سليم نائبه عن الجاليه. اهلا بك اميره. خليني نقول لك اميره. اهلا بك. رماركيتي في التقديمه قلت يطلق عليها اسم حسناء البرلمان، لماذا؟ والله ما عنديش واش نقول، ما نعرفش يعني هذه التسميه. انا نفضل انه تكون عندي تسميه اخرى، اني خاصه بالنسبه للجاليه، لاني عرفت بهذا الشيء يعني احسن من حسناء البرلمان. نائبات على البرلمان يقولوا اميره هي اللي كانت تمشي في الهضره وتقول سميوني حسناء البرلمان، حتى معروفين النائبات اللي يقولوا هذا الشيء. لا مستحيل ابدا ابدا، عمري وما عمري يعني نقبل حتى شيء. اميره دخلت كول يعني وتقصر، ما كانش على بالها واش راه يستنى يعني فيها مع بلال. ما نعرفش ما تهضرك مش يهضر. لا سمعتها وكنت من الناس اللي يعني كنت كيفاش نقول لك يعني منزعجه من الشيء هذا، لاني نفضل لا نزعج أكيد، لكن نفضل أنه يتم تقييمي ليس على الشكل الخارجي. نفضل أنا اعتراف أميرة سليم أنه تقييمها اليوم كنائبة في البرلمان هو الشكل الخارجي ديالها. أكيد وهذا الشيء ماهوش يعني هذا الشيء أنا ما نحبوش، لأنه التقييم يكون على العمل، على المجهودات اللي يبذلها النائب وليس على المظهر الخارجي. تعرف نحبد فيك صراحتك أميرة، لأنك دوك قلتي وهذا ماشي أي نائب يقوله ولا أي مسؤول، أنه أنت يقيموك وطلعتي يعني البرلمان كذا على شكلك الخارجي ولا على عطاء ديالك ولا واش عندكم أن باجاج، فهمتي؟ من تعرف بحسناء البرلمان تعترف اليوم أمامكم وهذا يعني خصلة على حساب واش راه يبان. أميرة ما فهمتناش مليح. قيمت لي جمالها هذه هي. نعم يا مشاهدينا الكرام تابعوا معنا الفيديو. هي النائب عن الجالية الممثلة للمنطقة الثالثة عن التجمع الوطني الديمقراطي أميرة سليم، حسناء البرلمان كما تلقب. مسارها النضالي صفر. أول كشف راتب لها نائب برلماني. تساؤلات عدة تطرح حول دخولها قبة البرلمان بأقل من 99 صوتا فقط في انتخابات قطعتها الجالية الجزائرية بدول المغرب العربي والشرق الأوسط. أميرة سليم معروفة بقربها من دوائر صناعة القرار. هذه الحسناء تملك استثمارات ضخمة بتونس، شقق عقرت بدول الخليج وما خفي أعظم. حسناء البرلمان في شجارات يومية مع زميلاتها بقبة البرلمان. من هي الأجمل؟ من هي الأكثر أناقة؟ مصاريفها اليومية تتجاوز 5000 دولار. لا لازم نوضح شيء. لا ما توضحيش. اسمح لي. لا ما قلتش طلعت البرلمان لأني حسناء. لا لازم نوضح. ما قلتش هكا، قلت لك أنا كنت نتمنى يتم تقييمي العمل البرلماني. أنا طلعت أخي الكريم نقول لك حاجة، أنا في الانتخابات التشريعية 2012 التعب يعني اللي تعبته وال يعني
كيفاش نقول لك يعني، يقولوا جاب 99 صوت، هذا ليس صحيح. كل ما قيل غير صحيح. يس ناي أميرة، انت اكدتي لنا قبل ما يبدا اول راتب ليس لي اول راتب. لا لا أميرة. أميرة سليم قالت في استوديو الآن ماشي في الفيتيار إنه أنا تقيموني على جمالي ما قيمونيش على العطاء ديالي. إيه؟ وهذا واش قلنا إحنا وجزنا له. صح أنتم قلنا بلي عفسنا دوك نقولوا كيما قلتوا. قلتوا مسارها النضالي صفر دخلت بالراتب، هذا كله غير صحيح. أميرة سليم هذا تصحيح الفيتيار. أميرة سليم ما طلعتش للبرلمان على جال جمالها، ولكن طلعت للبرلمان قيمت على جال جمالها. هذا هو تصحيح قيمت. نحكي من بعد ليس قبل. أميرة ليس فهمت واش راح يقول يعني بلال وبدات تتقلق. لا لا هنا نقول لك لا لا استثمارات ديالك تونس. ما عندي حتى استثمارات، وجيب لي دليل. اعطيني دليل. أربع فنادق في جوج الحمامات ياسمين، واحدة في المرسى وواحدة في قرطاج. أبو باسمي أنا؟ تاعي؟ ما عندي حتى علاقة. عرفنا أميرة، هنا لحقنا البيت القاسم. سي غاف. علاش؟ هنا لحقنا البيت القاسم. قلتي باسمي. إيه. يعني تاعي. كيفاش باسمك؟ كيفاش مش باسمي؟ باسم بنتي. عندك دليل؟ أعطيني دليل. عندنا دليل. هات الدليل. لا 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 لا. احنا دليل. هنا نقدر نقاضيك، اسمح لي، باسكو راك تتهم فيا. هذه تهمة. مش تهمة. لا لا اسمح لي، أنا ماذا علاش؟ تعطيني اللي ما عنديش. ما عنديش، ما عنديش. كيفاش بنتك قدرت دير دو زوتيل؟ كيفاش بنتي أنا نعرفها بيا بنتك صغيرة بنتي. يعني كيفاش عندها دو زوتيل؟ أعطيني ما يثبت. أعطيني ما يثبت، لا لا ما تتكلمش معايا بالكلام. أعطيني ما يثبت، نتحداك. نتحداك هنا على المباشر. القانون القانوني منع علينا أنه لا 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 نتحداك. لا 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 تقول لي طفلة قاصر ولا هذي. طفلة صغيرة ما نقدرش. نتحداك يا أخي بلال، تقول لي تعطيني دليل واحد فقط إني عندي حاجة، إني عندي حاجة ليا ولا لبنتي في تونس. نتحداك حتى في الجزائر. هذه تهمة كبيرة وش بيك؟ نستنى. إذا يمكن مش إذا يمكن كيفاش؟ إذا يمكن نشرب الوقت تاع طفلة صغيرة نشرب. الله يخليك حمزة، شوف لي مع المستشار القانوني إذا كاين، إذا يسمح لنا القانون. إيه. لا 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 أنشر أنشر. بالعكس. مليحة هذه بلكتوني. نعم دوكي أرم يتصلوا بالمستشار القانوني، إذا يمكننا أن ننشروا الوثيقة. لأنه طفلة صغيرة. لا لا اجبدوا الوثيقة ونحب نسخة. لا اسمح لي، منين جبتوها النسخة هذه؟ منين جبتوها؟ لأنه غير ما كاينش منها. نعم ما حبيناش احتراما ليك واحتراما لا 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 بالعكس بالعكس، نحن هنا باش نهضروا خي على المباشر ونتكلموا جريء جدا. بالعكس يا أخي، أنا نتحدى أي إنسان خوفاً. يقول لا ما تقوليش خوفا، مانيش خايفة، مانيش خايفة. لا لا ما أميرة حنينة وغير جبدلها بلال على بنتها، دمعة دارت في عينيها. أنا عندي بنتي صح، ما عندها حد شي باسمها، ما عندها حد شي باسمها، ونتحدى أي إنسان يقول لي عندها أي حاجة باسمها بنتي. هناك عاجل يشار لي أنه الرئاسة بوتفليقة يقرر حل البرلمان بغرفة. عدالة فتح تحقيقات حول النواب دخلوا عالم الثراء الفاحش. المهم انا خاطين، المهم انا خاطين، المهم انا خاطين. لا باش تكوني على علم. نائب العام كان يتابع المباشر على حساب وشرا ويشور للان، لانه الامر خطير جدا. انه نائب يمثل الجزائر في الجالية، يمثل الجالية في الجزائر، وعدد من النواب يشار لي مش غير أميرة سليم. يغتنم الفرصة باش يكون ثروة على خلينا نقولها على كتف الزوالية، على كتف شبابنا اللي راهو في الخارج. البكاء عليه ليس حالي وربي عالم. ليس حالي أميرة. أميرة كنا طرقنا لزوتيل في تونس. ما عنديش. يشار لي أن هناك خبر آخر، نائب حسن عريبي وأميرة سليم على رأس القائمة. نائب حسن عريبي على بالك علاش؟ إيه ما نعرفش. إيه معليش أنا ما عندي حد. أنا مش قضية. مش قضية فساد تعمل. لا لا الحمد لله. بالعكس. قضية سياسية كانت في التسعينات، أميرة سليم قضية فساد مالي. خرجتك الأخيرة ضد قطر. إيه؟ حسب ما يشار كذلك في الملف
الذي كان أمامي منذ قليل يقال أنه أردت الاستثمار في قطر ولكنهم قطعوا لي اقتراح. الحمد لله أنه مشى معايا حتى مراسل من قناة النهار تي في. ما مراسل وكان... مش هيدخل معك الكواليس أمير. ماشي الكواليس كانوا مرافقين في كل وقت. نحن قعدنا أربعة أيام أي استثمار أخي. هذا الشيء عيب يعني. أنا فريمون نتأسف للشيء هذا يعني اللي راي اتهامات جد وخطيرة. أميرة خليني لا 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 نصبح لا أنا معك نصبح أنا لا معك لا بالعكس لا لا هذا نصبح أنا أعطيلك في بيسر. لا لا علاش تكون وعلاش تحب تتكلم تكلم خليني. أنا اللي باش نتكلم اسمح لي تقول لي ملفات. أنا اليوم نطالب ولأن اليوم أمام الجالية الجزائرية تم يعني إعطاء صورة خاطئة على صورة خاطئة. لا اسمح لي أميرة سليم لا 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 أخويا راك غلط. لا لا أخويا راك غلط. لا لا أخويا غلط. ونتحداك نتحداك أمام الكاميرا نتحداك أمام كل الجزائريين مع كل أسف نتحداك. ما تتكلمش معايا هكذاك. جيب لي ملفات دايما يبلعن. مش نتحدى النايب العام دايما بيسو القضاء. النايب العام باش يلفق لي تهمه. واش باش يلفق؟ باش يفتح قضيه. يفتح قضيه يفرو امامه. والله يفتح قضيه. راني هنا ومستعده لكل شيء. انا نقول لك والله مستعده ونرجع للمنبر هذا وانت وحدك تطلب مني السماح. لا لا تطلب مني السماح لانكم اتهمتوني. طلعتي للبرلمان على مش على النضال قامت بها أميرة سليم. نظلت معليش نظلت أخي نظلت. أميرة سليم انت اعترفتي انك طلعتي بجامعة. نظلت. لا 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 لم أعترف لم تالتا. أعترف من فضلك ثالثا لم أعترف. انتي راح نخرج. لا 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 أميرة سليم راكي على المباشر لما تخرجي من القاعة. أميرة سليم سيبا أونيت ما غيرتي والله ما تهضر معايا. تجيش تحكي معايا. اعطيني العاجل. لا أميرة اعطيني العاجل. لا لا والله غير تجي. والله ما والله غير تجي أميرة. عيب عليك يا بيه. والله غير عيب عليك بيه. والله علاه هكا تديروا لي علاه؟ علاه؟ جيب خدمة محمد. علاه؟ أبي قلت نخرج طول نمشي طول المحكمة. يا خال إيش درتوا بيا؟ لا لا هلا أبي أقول لمحمد معايا لن تجد الصفقات يا رب الصفقات استثمر عليك ما جاوبتنيش قبيل سامي. صحة رمضانكم إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير. نقول كذلك صحة رمضانكم كل الجالية الجزائرية خاصة الموجودة بالمنطقة الثالثة وصحة لكم قناة النهار. زعما نحبكم بصح راكم حكمتوني. أنا نقدر نقاضيك اسمح لي باسكو راك تتهم فيا. جربي مالي أميرة أنت صح حسنة بالصح النهار لسقولك هاد البلا والسمحينا على كل ما جاء. طويلة على الذيله. ضحية اليوم معروفة أنها حسناء البرلمان. وراه بلال قولوا راك شباب رواح برك. راني جاي ما تقلقيش روحك. دخلوا نسيوا ماكسيموم ديالنا نبكيوها نطلقوها مرضوها. هذه خدمتنا الله غالب أشرار. قالي راه يسقم. قلت واه الشباب واش يسقم بلال واش والله يفاد هذاك. عندك شوشة طالعة شوية. مشاهدينا الكرام أهلا بكم.
ضيفتنا اليوم هي ما يطلق عليها في البرلمان بحسناء البرلمان. عرفت في الأيام الأخيرة أو بالأحرى في السنوات الأخيرة صعود مباشر غير محدود. ضيفتنا اليوم هي السيدة أميرة سليم، نائبة عن الجالية. أهلا بك أميرة. خليني أقول لك أميرة. أهلا بك. رماركيتي في تقديمها قلت يطلق عليها اسم حسناء البرلمان، لماذا؟ والله ما عنديش واش نقول، ما نعرفش يعني هذه التسمية. أنا نفضل أنه تكون عندي تسمية أخرى، أني خاصة بالنسبة للجالية، لأني عرفت بهذا الشيء يعني أحسن من حسناء البرلمان. نائبات على البرلمان يقولوا أميرة هي اللي كانت تمشي في الهضرة وتقول سميوني حسناء البرلمان، حتى معروفين النائبات اللي يقولوا هذا الشيء. لا مستحيل، أبدا أبدا، عمري وما عمري يعني نقبل حتى شيء. أميرة دخلت كول يعني وتقصر، ما كانش على بالها واش راه يستنى فيها مع بلال. ما نعرفش ما تهضر، مش يهضر. لا سمعتها وكنت من الناس اللي يعني كنت كيفاش نقول لك اخي الكريم، نقول لك حاجه، انا في الانتخابات التشريعيه 2012 التعب يعني اللي تعبته وال يعني كيفاش نقول لك، يعني يقولوا جاب 99 صوت، هذا ليس صحيح. كل ما قيل غير صحيح. يس لاي أميرة، انت اكدتي لنا قبل ما يبدا اول راتب. ليس لي اول راتب. لا أميرة. أميرة سليم قالت في استوديو الان ماشي في الفيتيار انه انا تقيموني على جمالي، ما قيمونيش على العطاء ديالي. ايه وهذا واش قلنا احنا وجدنا له صح. انتوما قلنا بلي عفسني دوك نقولوا كيما قلتوا مسارها النضالي صفر. دخلت بالراتب، هذا كله غير صحيح. أميرة سليم هذا تصحيح الفيتيار. أميرة سليم ما طلعتش للبرلمان على جال جمالها، ولكن طلعت للبرلمان قيمت على جال جمالها. هذا هو تصحيح. قيمت نحكي من بعد، ليس قبل. أميرة ليس فهمت واش راح يقول يعني بلال وبدات تتقلق. هنا نقول لك لا لا، استثمارات ديالك تونس. انا ما عندي حتى استثمارات، وجيب لي دليل، اعطيني دليل. انا دخلت جوج الحمامات في ياسمين، واحده في المرسى وواحده في قرطاج. ابو باسمي انا تاعي، ما عندي حتى علاقه. انا اميره هنا نحكي سي غاف. علاش هنا حقنا البيت القصير؟ قلتي باسمي. ايه يعني تاعي باسمك. كيفاش مش باسمي؟ بس بنتي عندك دليل؟ اعطيني دليل. عندنا دليل. هات الدليل. لا 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 لا، احنا دليل. هنا نقدر نقاضيك، اسمح لي، باسكو راك تتهم فيا، هذه تهمه. واش تهمه؟ لا لا اسمح لي، انا ماذا علاش تعطيني اللي ما عنديش؟ ما عنديش. كيفاش بنتك تقدر دير دو زوتيل؟ كيفاش بنتي؟ انا نعرفها بيا، بنتك صغيره يعني. كيفاش عندها دو زوتيل؟ اعطيني ما يثبت. اعطيني ما يثبت. لا لا ما تتكلمش معايا بالكلام، اعطيني ما يثبت. نتحداك هنا على المباشر. القانون يمنع علينا انه لا 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 نتحداك. لا 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 تقول لي طفله قاصر ولا هذه صغيره، ما نقدرش. نتحداك يا اخي بلال، تقول لي تعطيني دليل واحد فقط اني عندي حاجه ليا ولا لبنتي في تونس. نتحداك حتى في الجزائر. معليش انا ما عندي حد. انا مش قضيه، مش قضيه فساد تعمل. لا لا الحمد لله بالعكس، قضيه سياسيه كانت في التسعينات. أميرة سليم قضيه فساد مالي. خرجتك الاخيره ضد قطر حسب ما يشار كذلك في الملف الذي كان امامي منذ قليل. يقال انه اردت الاستثمار في قطر ولكنهم قطعوا عليك تاريخ. الحمد لله انه مشى معايا حتى مراسل من قناه النهار تي في. ما مراسل مش يدخل معك الكواليس أميرة. ماشي الكواليس، كان مرافقني في أميرة. كل وقتنا احنا قعدنا 4 ايام. اي استثمار اخي، هذا الشيء عيب يعني. انا فريمون نتاسف للشيء هذا يعني، اللي راهي اتهامات جد وخطيره. أميرة خليني نصبح انا معك. نصبح انا لا معك لا بالعكس. لا لا هذا نصبح انا نعطي لك في بيسر. لا لا علاش تكون وعلاش تحب تتكلم؟ تكلم. انا اللي باش نتكلم. اسمح لي تقول لي ملفات. انا اليوم نطالب، ولأن اليوم أمام الجالية الجزائرية تم
تم يعني اعطاء صورة خاطئة على ليس صورة خاطئة هذه صورة أميرة سليم لا 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 خويا راك غلط لا لا خويا راك غلط لا لا خويا غلط ونتحداك نتحداك أمام الكاميرا نتحداك أمام كل الجزائريين مع كل أسف نتحداك ما تتكلمش معايا هكذاك جيب لي اللي لفات دايما يبلعب باش نتحدى النيبل عام تاعي ما بيسو القضاء النيبل عام باش يلفق لي تهمه واش باش يلفق باش يفتح قضيه يفتح قضيه يفرو امامه والله يفتح قضيه راني هنا ومستعده لكل شيء انا نقول لك والله مستعده ونرجع للمنبر هذا وانت وحدك تطلب مني السماح لا لا تطلب مني السماح لانكم اتهمتوني طلعتي للبرلمان على مش على النضال قامت بها اميره سليم نظلت معليش نظلت أخي نظلت أميرة سليم انت اعترفتي انك طلعتي بجامعة نظلت لا 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 لم أعترف لم ثالثة. أعترف من فضلك ثالثا لم أعترف انتي راح نخرج لا 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 أميرة سليم راكي على المباشر لما تخرجي من القاعة أميرة سليم سيبا أونيت ما غيرتي والله ما تهضر معايا تجيش تحكي معايا اعطيني العاجل أميرة اعطيني العاجل لا لا والله غير تجي والله ما والله غير تجي أميرة هذه تهمة كبيرة وش بيك نستنى إذا يمكن مش إذا يمكن كيفاش إذا يمكن إن شاء الله تاع طفلة صغيرة إن شاء الله الله يخليك حمزة شوف لي مع المستشار القانوني إذا كاين إذا يسمح لنا القانون إيه لا 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 انشر انشر مليحة هذه بلكتوني نعم أرم يتصلوا بالمستشار القانوني إذا يمكننا أن ننشر الوثيقة لأنه طفلة صغيرة لا لا أجبجوا الوثيقة ونحب نسخة لا اسمح لي منين جبتوها النسخة هذه منين جبتوها لأنه غير ما كاينش منها نعم ما حبيناش احتراما ليك واحتراما لا 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 بالعكس بالعكس نحن هنا باش نهضروا خي على المباشر ونتكلموا جريء جدا بالعكس يا اخي انا نتحدى اي انسان خوفاً. يقول لا ما تقوليش خوفا مانيش خايفه مانيش خايفه لا لا أميرة حنينه وغير جبد لها بلال على بنتها دمعه دارت في عينيها انا عندي بنتي صح ما عندها حد شي باسمها ما عندها حد شي باسمها ونتحدى اي انسان يقول لي عندها اي حاجه باسمها بنتي هناك عاجل يشار لي انه الرئاسه بوتفليقه يقرر حل البرلمان بغرفه عداله فتح تحقيقات حول النواب دخلوا عالم الثراء الفاحش المهم انا خاطين المهم انا خاطين المهم انا خاطين ما باش تكون على علم نائب العام كان يتابع المباشر على حساب وشرا ويشور لي الآن لأنه الأمر خطير جداً أنه نائب يمثل الجزائر في الجالية يمثل الجالية في الجزائر وعدد من النواب يشار لي مش غير أميرة سليم يغتنم الفرصة باش يكون ثروة على خلينا نقولها على كتف الزوالية على كتف شبابنا اللي راهو في الخارج البكاء عليهم ليس حالي وربي عالم ليس أميرة. حالي أميرة كنا طرقنا لزوتيل في تونس ما عنديش شر لنا هناك خبر آخر نائب حسن عريبي وأميرة سليم على رأس القائمة نائب حسن عريبي أنا بركة علاش ما نعرفش يعني منزعجة مشي هذا لأني نفضل لا ننزعج أكيد لكن نفضل أنه يتم تقييمي ليس على الشكل الخارجي نفضل أنا اعتراف أميرة سليم أنه تقييمها اليوم كنائبة في البرلمان هو الشكل الخارجي ديالها أكيد وهذا الشيء ماهوش يعني هذا الشيء أنا ما نحبوش لأنه التقييم يكون على العمل على المجهودات اللي يبذلها النائب وليس على المظهر الخارجي عارف نحبت فيك صراحتك أميرة لأنك دوك قلتي وهذا ماشي أي نائب يقول ولا أي مسؤول إنه أنت يقيموك وطلعتي يعني البرلمان كذا على شكلك الخارجي ولا ايش العطاء ديالك ولا واش عندكم ان باجاج فهمتي لم تعرف بحسناء البرلمان تعترف اليوم امامكم وهذا يعني خصله على حساب واش راه يبان اميره ما فهمتناش مليح قيمت لي جمالها هذه هي نعم اذا
مشاهدينا الكرام، تابعوا معنا الفيديو تاعي. هي النائب عن الجالية الممثلة للمنطقة الثالثة عن التجمع الوطني الديمقراطي أميرة سليم، حسناء البرلمان كما تلقب، مسارها النضالي صفر، أول كشف راتب لها نائب برلماني. تساؤلات عدة تطرح حول دخولها قبة البرلمان بأقل من 99 صوتاً فقط في انتخابات قطعتها الجالية الجزائرية بدول المغرب العربي والشرق الأوسط. أميرة سليم معروفة بقربها من دوائر صناعة القرار. هذه الحسناء تملك استثمارات ضخمة بتونس، شقق عقرت بدول الخليج، وما خفي أعظم، حسناء البرلمان في شجارات يومية مع زميلاتها بقبة البرلمان. من هي الأجمل؟ من هي الأكثر أناقة؟ مصاريفها اليومية تتجاوز 5000 دولار. لا لا لازم نوضح شيء. لا 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 ما توضحيش، اسمح لي. لا 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 ما قلتش طلعت البرلمان لأني حسناء. لا 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 لازم نوضح، ما قلتش هكا، قلت لك أنا كنت نتمنى يتم تقييمي العمل البرلماني. أنا طلعت